متابعينا الكرام في السعودية، أسأل الله أوقاتكم بكل الخير. الطقس المتوقع هذه الليلة ونهار يوم غدا، هناك احتمال لأمطار خفيفة هذه الليلة في بعض المناطق الوسطى، ربما تشمل مدينة الرياض، ولكن الأجواء باردة عموما، ودرجة حرارة 12 درجة مئوية. ضباب خفيف متوقع في بعض الأجزاء خلال ساعات متأخرة هذه الليلة في المناطق الشمالية وأجزاء من المناطق الشرقية. أجواء أكثر اعتدالا على سواحل البحر الأحمر بمشيئة الله تعالى. نهار يوم غد الأحد يتوقع أن تسود أجواء مستقرة في مناطق عديدة من المملكة، إلا أن هناك أحوال جوية غير مستقرة متركزة في المنطقة الوسطى تحديدا في منطقة القصيم، وتمتد بعض منها زخات الأمطار إلى المنطقة القريبة من الرياض، لكنها على شكل زخات خفيفة، بينما قد تكون رعدية بالقرب من القصيم. تمتد هذه الأمطار مع ساعات لاحقة من النهار إلى أجزاء من منطقة حائل. دعونا نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا في مدن ومحافظات المملكة. نبدأها شمالا من سكاكا 19، 7، عرعر 17، 6، وفي تبوك من 21 إلى 7 درجات مئوية. المناطق الغربية من المملكة تكون مكة المكرمة 32 إلى 20، الطائف 22 إلى 12، والمدينة المنورة من 26 إلى 18، وفي جدة من 33 إلى 19 درجة مئوية. المناطق الجنوبية الغربية، جازان 30 إلى 25، أبها 21 إلى 10، وفي الباحة 19 إلى 10 درجات مئوية. في الإحساء 22 إلى 10 درجات، في الدمام 23 إلى 12، وفي حفر الباطن من 18 إلى 9 درجات مئوية. ختاما الرياض 20 إلى 11 مع فرصة لأمطار خفيفة كما ذكرنا، فرصة أفضل في القصيم، في بريدة من 18 إلى 13، وفي حائل غدا 17، والصغرى ليلة الأحد على 2 8 درجات مئوية. هذا كانكم لدينا بشأن الأحوال الجوية حتى اللحظة. دمتم بخير، إلى اللقاء.